الراديو 90 هواها مصري. أول مرة أستاذ أشرف شايفك. كنا في بنعمل مسرحية اسمها أين أشباحي في مركز الإبداع الفني. دي المسرحية دي نتاج مادة الاستعراض. يعني كنا إحنا عندنا مواد في مركز الإبداع، فكنا مادة الاستعراض ده العرض بتاعها، الامتحان بتاعها. فإحنا ما كناش بنرقص، أنا وربيع وأسس كنا بنمثل في عرض الرقص. حلو. فهو شافنا، ده أول حاجة شفنا فيها، ومن هنا بدأت. عملنا بقى بعد كده جد جدا برنامج، وبعد جد جدا تياتر مصر، وبعد من هنا بقى بدأ. في إشاعات كده بتتقال ان انت مسارك الأعلى كان النجم محمد فؤاد. يعني بحبه، كان بالنسبة لي هو ال انت عايز تغني، واحد عايز يطلع مطرب بالظبط. ده حقيقي، ونزل القصه دي ساعتها كانت في بودعك. ايوه القصه دي انت عملت شغل جامد في كمان. كنت بحبه جدا. طب انت فكرت انك تغني؟ جربت تمسك كده المايك؟ انت بتغني في المسرحيات؟ بنغني بس مش غنى، يعني ما ينفعش يبقى مطرب يعني بالعقل. في ممثلين ممكن بتغني او بتأدي، يعني بتعمل يا محمد رمضان مثلا مش بيغني غنى طربي، أوكي. بيأدي، بيعرف يأدي صح. نأدي، ممكن نأدي عادي، بس مش مطرب. يعني ما ينفعش اغني اغنية لعبد الحليم حافظ مثلا، يعني لا مش كده. بمناسبة ده ان احنا جبنا سيرة الغنى، انت بتحب تسمع ايه؟ بحب اسمع حاجات قديمة، بحب عبد الحليم، بحب ام كلثوم، بحب فيروز جدا. يا جماعة والله انت بتعمل فينا اعمال في المسرحيات وانت عاقل وراسي وهادي. جدا انا في حياتي مصدومة. لا بس انا بحب، وبحب اغاني التسعينات كمان قوي. التسعينات دي احلى اغاني الفترة دي. بحب الفترة دي بقى جدا، فؤاد وإيهاب توفيق وكل الحاجات. احنا كده وصلنا لاخر فقرة بقى اسمها لايك وديسلايك. هقولك حاجات بتحصل عامة حوالينا وانت قولي انا عجباني الحاجة دي او مش عجباني. اوكي. فكرة ان بعض الفنانين بيلقحوا على بعض بالكلام على السوشيال ميديا او فنانات. لا مش عجباني طبعا. احنا اكبر من كده بكتير يعني، او يعني الفنان اكبر من كده بكتير. المفروض ان هو يعني ايكون قدام الناس، ما يبينش الحاجات. اتجاه عدد كبير من الممثلين لتقديم البرامج، سعي ورا لقمة العيش، بس مش حاجة يعني، مش شايفها حاجة كويسة جدا يعني، ممكن تبقى حاجة لطيفة. في حد عمل برنامج شدك ولا انت مش متابع قوي؟ انا مش بتابع البرامج اكتر يعني، بحب اتابع مسلسلات وافلام اكتر. اي بقى مسلسل اي فيلم بلاقيه قدامي بتابعه، لكن برامج مش قوي يعني، مش ماليش في البرامج قوي. ايه رايك بقى في تسريب معظم افلام السيزن على الانترنت بعد ساعات من عرضها؟ دي مصيبه، دي كارثه يعني، مش عجباني طبعا. حاجه كارثه، لان دي الناس صناعة. اللي بتعمل كده مش فاهمه انها بتوقع صناعه بحالها. مش فاهمه ومش هتفهم، عشان ما نقعدش نهاتي او ندا في مالطه زي ما بيقولوا. هم مش هيفهموا، هو بالنسبه لهم ده، وده بقى سبوبه او اكل عيش برضه، هو بينزل وبيجيب فلوس من حته تانية. فمش هيفهم ده، بس دي صناعه بتتدمر، وصناعه مش صغيره، صناعه لو اهتمينا بيها فتحة بيوت كتير. مش فكره فتحه، احنا في بلاد ما كناش نعرف عنها حاجه غير من خلال افلامها ومسلسلاتها. بالزبط. يعني الهند، انت تعرف ايه عن الهند غير من افلامها؟ بالظبط، بقت تاني اهم سينما في العالم. اكيد. طب بالمناسبه الافلام، شفت حاجه من افلام السيزون ده اللي احنا فيه؟ للاسف ده بالذات لا، لان التصوير مضيع كل حاجه في الدنيا. طب تعالى نرجع تاني لايك وديسلايك. السيت كوم موضة وانتهت حقيقي. الجمهور مبقاش حابب ده صح؟ حقيقي. عاملين يكتبوا لك حاجات رياضة، انا مش عايز اضايقك. ليه قولي يعني. طيب، عودة معظم اللاعبين المصريين المحترفين للدوري المصري مرة تانية، حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة حلوة طبعا، لان هم هيجوا هينقلوا خبرات هم شافوها بره من غير ما افهم في الرياضة يعني. تمام. ارفض المشاركة في المسلسلات الطويلة اللي هي نوعية 60 حلقة او 45 حلقة، لانها بتستهلك وقت ومجهود ومش بتحقق نفس نجاح مسلسلات رمضان. لا دلوقتي بتحقق نفس النتيجة، لان الموضوع بيتشاف بشكل كويس، فمش مش فارق لي اكتر من ان الدور نفسه يبقى مؤثر وحلو.
بعض الاتهامات اللي مش عايز اقول اتهامات يعني بيحبوا الصحافه يعرضوا الموضوع قوي اللي بتتوجه لنجوم مسرح مصر ان انتوا بتقدروا تشكلوا الراي بتاع الشباب لان الافيهات بتاعتكم بتتاخد كوميكس او كده وان انتوا عليكم مسؤوليه. انا شايف ان دي حاجه صح ولا غلط؟ حاجه صح ولا غلط بالنسبه لنا احنا حاجه حلوه طبعا حاجه جميله يعني حاجه ده النجاح يعني احنا لو ما وصلناش للمرحله دي ما كناش نجحنا لكن احنا وصلين لده فاحنا ناجحين الحمد لله يعني. الحمد لله ربنا يزيدكم. احنا كده مش عارفه ازاي وصلنا لنهايه حلقتنا. هطلب منك طلب في الايه رساله بقى منك لجمهورك اللي متابعك وبيحبك وعايز يعرف اخبارك دايما. انا بحبكم قوي وخليكم معانا طول الوقت وخليكم في ظهرنا لان انتوا اهم حاجه في حياتنا يعني احنا من غيركم ما كناش وصلنا لاي حاجه. كل سنه وانتم طيبين وبصحه كلكم يا رب. احنا مبسوطين جدا ان انت كنت معانا وانت نورتنا وبنتمنى لك بقى التوفيق في المسلسلين ان شاء الله تكسر الدنيا يا رب. دعواتكم جميعا ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله.